في إطار دعم الهوية العربية من خلال إثراء وتشجيع الشباب العربي على الحفاظ على قواعد اللغة والإلقاء، تم تكريم الفائزين في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، والتي أقيمت تحت رعاية الجامعة العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية. هو يوم مهم جدا لتربية النشء وتحفيزهم على الرجوع إلى هويتنا الثقافية التي أساسنا وأصلنا وجذورنا. الحقيقة أشكر جامعة الدول العربية على هذه المسابقة وأدعوهم إلى تعميمها بشكل شهري وليس سنوي. الحقيقة مهم جدا أنه نعود إلى هويتنا الثقافية وإلى تطوير لغتنا العربية، خصوصا في العصر الحديث، عصر التكنولوجيا وعصر المعلومات. شارك في المسابقة طلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية من مصر والكويت والسعودية والبحرين واليمن والعراق ولبنان وعمان. الحمد لله فزت بالمركز الخامس في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى، ويرجع الفضل بعد ربنا لوالدي ومامتي في البيت، إنهم علموني من صغري إزاي أتكلم باللغة العربية الفصحى واهتموا بيا وبحفظ القرآن. سعدت بمشاركتي في مسابقة الخطابة والتحدث باللغة العربية الفصحى والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو في جامعة الدول العربية، فهي جامعة لألباب الدول العربية تحت مظلة اللغة العربية الفصحى. أنا من صغري وأنا أشارك بمسابقات اللغة العربية، القرآن الكريم هو اللي خلى لساني ينطلق باللغة العربية الفصحى، وبفضل الله سبحانه وتعالى حصلت على مركز متقدم في هذه المسابقة. كانت الجامعة العربية قد أعدت استراتيجية للنهوض باللغة العربية تحت شعار التمكين للغة العربية رمز هويتنا، وأقره وزراء الثقافة العرب في عام 2018، وتعكف الآن على إعداد خطة تنفيذية للاستراتيجية لتمكين اللغة في كافة مناحي الحياة على المستوى المحلي والدولي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، شرف الله اللغة العربية بأن تكون لغة القرآن المنزل، لتأتي المسابقة وتؤكد على أهمية ذلك وأهمية دعم الهوية العربية خاصة في الفترة الحالية. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل.